بسم الله الحمد لله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. وليكتب بينكم يعني في الرابطة في الكتابة كاتب انسكريب بالعدل en respectant l'équité qui est un devoir entre, dans tout comportement et tout discours musulman. فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. بالعدل. Par équité, c'est-à-dire par une éthique musulmane. C'est-à-dire العدل. فماش واحد نقلبو على الاخر. هذا صاحبي اي نكتب على مقتضى ما صاحبي حصل لي من فوائد هذه الكتابه. هذا ما ذماش مع الناس. انا شاد الزور في الاسلام. يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام شاد الزور هي الحريقه للدين. هكذا علاش عندك دين انت؟ خاطر تزور. تو دون دو موفي تيمونياج. والسلام علينا بديفو تيمونياج. والسلام علينا أهل الشهادات التي يقبله الله ويبارك فيها. والسلام.